الاجزاء الثلاثه عمالين نحولها للقاهره دي. انا كل اللي اقدر اقوله انا راضي بحاله التقدير لجميع اللي اشتركوا سواء وزاره الداخليه بممثله مديريه الامن او وزاره الصحه بممثله مديريه الصحه ومدير المستشفى وجميع الاطباء اللي موجودين وجميع اطقم التمريض. بالنسبه للناس هنا حجم التعاون الكامل جوه الحمد لله رب العالمين بما فيهم انا، سيطره كامله على الامن على الباب، ما فيش اي حد يخش جوه حتى بما فيهم انا كمحافظ. انا دخلت بصيت بس وخرجت احتراما للتعليمات بتاعه الامن ان هو ما فيش جوه غير الاطباء وطاقم التمريض علشان الامور تتم. هو ده اللي احنا بنؤكد عليه، هو ده اللي احنا هنستمر عليه ان شاء الله. معلش سؤال حضرتك، اسر المصابين ان شاء الله يخفوا ان شاء الله يبقوا بالسلامه باذن الله. اسر الشهداء لان دي برضه حاله الشهاده، ربنا يجعل مسارهم الجنه وان شاء الله الخير والسلامه لكل الناس دايما يا رب. ربنا يقويك. شكرا. شكرا.